بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند النوع الرابع عشر. قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن صلاح رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث. قال: بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ أنه يعني المنكر الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. قال: وإطلاق الحكم على التفرد بالرزد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. نعم. كنا في الدرس السابق تكلمنا عن الشاذ، حديث الشاذ، وذكرنا أن الإمام ابن صلاح رحمه الله تعالى عرض لرأيه فريقين من الأئمة في نظرهم للشاذ ما هو الشاذ. فكما قلنا هناك فريق يرى أن الشاذ هو مطلق الإيه؟ التفرد دون شرط الإيه؟ المخالفة. وهناك من يرى اشتراط المخالفة، ليس مطلق التفرد وإنما التفرد مع وجود الإيه؟ المخالفة. طيب، نعم. فهنا أيضا لما عرض التعريف المنكر قال: نقل عن الإمام أبي بكر البرديجي أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. نلاحظ هنا عدة أمور. الأمر الأول أنه قال الحديث الذي ينفرد به الرجل، فأطلق كلمة الرجل، والرجل هنا يعني ترادف كلمة الراوي، فلم يحدد لنا درجة هذا الراوي، يعني لم يقل الثقة ولم يقل الضعيف ولم يقل المقبول ولم يقل المردود، قال ما ينفرد به الرجل أو الراوي. طيب، وبعد انفراده قال: ولا يعرف متنه، يعني متن الحديث الذي رواه، من غير روايته، يعني من غير رواية هذا الرجل، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. إيه معنى لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر؟ لا من إسناده ولا من إسناد آخر. يعني إيه برضه؟ الحديث مأخوذ منه فقط بهذه الرواية أو بهذا السبب. ماشي، يعني عايزين حديث كلام أكثر تفصيلا أو أكثر إيضاح. ها؟ لا، ليس من طريقه أو طريق آخر غير طريق هذا الرجل، هذا الراوي يعني أو شيخه يعني. طيب، يعني الألفاظ أتى بآخر. لا، مش الألفاظ، احنا ما بنتكلمش على الألفاظ هنا خالص. عند المحدثين العبرة بالسند، واللفظ قد يتغير لكن المعنى يكون واحد. أدق، نقول إيه؟ تحتمل ثلاث احتمالات. اللي قال عليه الشيخ ان هو ايه؟ من نفس طريق شيخه، يعني راوي اخر شاركه عن نفس الشيخ. والاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني ان يكون من طريق اخر عن شيوخ اخرين. والاحتمال الثالث صحابي اخر. يبقى اذا شمل المتابعه الايه؟ التامة اللي هي يلتقي معه في نفس الشيخ، والمتابعة القاصرة اللي هي عن شيخ آخر لكن مع اتفاق الصحابي، وعن صحابي آخر مطلقا فأصبح إيه؟ شاهد. يبقى ده معنى أو احتمالات كلمته إيه؟ لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. واضح؟ الوجه الذي رواه منه يعني معناه يا من نفس الشيخ
أو من طريق شيخ آخر لكن إيه يشتركان في نفس الصحابي، ولا من وجه آخر معناه إن هو يحتمل إن هو يكون إيه من صحابي آخر اللي هو الشاهد. طيب نستخلص أن كلام البرديج يريد أن يطلق المنكر على ماذا؟ على الحديث الغريب أو الفرد، معناه ما تفرد به الراوي مطلقا، تمام؟ دون تحديد طبقة الراوي، ودون تحديد أيضا وجود مخالفة أو عدم وجود إيه مخالفة. بعد ذلك يقول ماذا؟ وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، يعني معناه أنه في كلام كثير من المحدثين يطلقون على المتفرد إن هو يحكم عليه بالرد أو يحكم عليه بالشذوذ أو بالنكارة، ده موجود. طيب لو رجعنا إلى العبارة التي في آخر كلامه على الشاذ، النوع السابق، قال: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في رويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. فهنا ذكر كم لفظة؟ ما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، فكأنه جعل إيه؟ المنكر والشاذ والتفرد والرد كلها إيه؟ كأنها إيه؟ شيء قريب، أو إن هو إيه؟ يشترك مع بعضه، وخصوصا الشذوذ والنكارة. فهنا أيضا يقول: إطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. نخلص من هذا أن الشاذ والمنكر موجود في كلام العلماء ويقع على إطلاقات، منهم من يطلق الشاذ وأيضا مثله المنكر على مجرد التفرد، ومنهم من يجعله مقيدا بقيد الإيه؟ المخالف. لكن نضيف هنا أنهم أيضا قد يطلقون النكارة على مفردات مين؟ على مفردات الثقة. أحيانا يطلق المنكر أيضا على ما تفرد به الراوي الإيه؟ الثقة، على ما تفرد به الراوي الثقة، ويطلقون عليه أيضا أنه شاذ. نعم، يطلقون عليه أيضا أنه شاذ حتى لو لم يخالف، حتى لم يخالف. طيب، ومن باب أولى يطلقون أيضا المنكر على رواية إيه؟ الضعيف حتى لو لم يخالف. يبقى إذا من العلماء من يطلق النكارة ويريد بها مطلق التفرد، سواء كان المتفرد راوي ثقة أو في دائرة المقبول أو كان ضعيف. طيب، والصورة التي لا خلاف فيها إطلاقهم للشذوذ والنكارة لتفرد الراوي مع وجود قيد الإيه؟ المخالف. ماشي الحال؟ طيب، وكلامنا على الإطلاقات نريد منه أن ننبه طالب العلم على أنه إذا وجد مثل هذه الإطلاقات نريد أن ننبه طالب العلم على أنه إذا وجد مثل هذه الإطلاقات فينزلها المنزلة اللائقة به، وبالتالي إذا وجدت أحد الأئمة الكبار وصف حديثا لأحد الثقات بأنه منكر، لا تحكم على هذا الراوي بأنه ضعيف لأن الإمام وصفه بالإيه؟ بالنكار، وتفهم من ذلك أنه وصفه بالنكار بمعنى أن هذا الثقة تفرد بهذا الحديث. فإذا نريد من دراسة هذه الإطلاقات أن ننزل كلام العلماء في منزله الصحيح ونفهم عنهم مرادهم، فلا تفهم بمجرد إطلاق النكارة أنه ضعيف قد خالف ثقة، لا يلزم، ولا تفهم مباشرة من إطلاق الشذوذ أنه ثقة خالف غيره. نعم، فقد يطلقون ذلك ويراد مطلق التفرد ولا يريدون ايه وجود المخالف. طيب، عندما يقول
لا، منكر الحديث قصة تانية. لما نقول حديث منكر أو منكر من حديث فلان، لكن لما يقول منكر الحديث معناه هو بيصف أحاديث الراوي بأنها منكرة، معناه دي حكم على الراوي نفسه. لكن هنا لما يحكم على حديث بخصوصه من رواية هذا الراوي يقول هذا منكر، يحكم على الحديث فقط. أما يقول على راوي إن هو منكر الحديث فده حكم على الراوي، زي ما نقول ضعيف. واضح؟ طيب. قال والصواب فيه التفصيل، يعني في المنكر الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ، اللي هو كما قال في آخر الكلام إن الشاذ هو عبارة عن إيه؟ يتنزل على إيه؟ حالتين، حالة التفرد وحالة الإيه؟ المخالفة. وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعنى إيه هما القسمين؟ قسمين، قسم الأول مجرد تفرد الراوي بالحديث، والثاني تفرد الراوي مع مخالفة إيه؟ غيره له. طيب، مثال الأول اللي هو إيه؟ إن هو ينفرد، ينفرد ويخالف الثقات. قال مثال الأول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فخالف مالك غيره من الثقات في قوله، يعني عندما قال عمر بن عثمان بضم العين، عمر دي بضم العين. وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه إيه؟ عمرو بن عثمان، يعني بفتح العين. وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه، يعني الرواه، وعمر وعمر جميعا ولدا عثمان. غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو بفتح العين، وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه والله أعلم. طيب احنا دلوقتي في ايه؟ في نوع ايه؟ المنكر، تمام؟ وقال المنكر ينقسم الى قسمين، ومثل للمنكر برواية مالك التي خالف فيها غيره. طب مالك ده ضعيف ولا ثقة؟ ثقة بس ولا إمام؟ إمام. إمام. طيب، إذن هو أطلق هنا النكارة على المخالفة مع أن الراوي غير إيه؟ يعني ليس ضعيفا. واضح؟ طيب، ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده، ما رويناه من حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. الجديد اللي هو الإيه؟ إيه هو الجديد؟ البلح. ما كله بلح. الجديد اللي هو إيه؟ الرطب. والخلق المعنى القديم اللي هو الإيه؟ التمر. هو البلح اللي هو جديد اللي هو لسه طازة يعني. طيب. التمر اللي هو القديم. على لغة مين؟ الفيومين. طيب، حتى أكل الجديد يعني الرطب، لأن الرطب بيبقى إيه؟ ثمر إيه؟ جديد، يعني إيه؟ لسه جديد. أما التمر فيبقى إيه؟ خلاص بقى له فترة بيخزن. نعم. تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح أخرج عنه مسلم في كتابه. نعم، صالح دي تمشي عند المحدثين ولا إيه؟ لما نقول شيخ صالح من مراتب التعديل ولا الجرح؟ تعديل. التعديل. التعديل المقبول ولا التعديل غير المقبول؟ مقبول. مقبول؟ يا رجال، لما نقول شيخ وصالح، ها؟ لا، مش عايزين متابعة، عايزين لوحده، بعيد عن المتابعة. ما الضعيف برضو إذا أتى ما يعضده يتخوف. غير مقبول. غير مقبول بمفرده. يعني شيخ وصالح دي من المراتب اللي هي إيه؟ خلاص نزلت عن إيه؟ أقل من درجة القبول. وهو شيخ صالح أخرج عنه مسلم في كتابه، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. طب إزاي أخرج له مسلم في كتابه؟ كتابة. أخرج له متابعة وليس إيه؟ احتجاجا. ولذلك قولهم إن فلان أخرج له صاحب الصحيح فقد جاز القنطرة أو لا إيه؟
يعني لا يعني خلاص لا يبحث في حاله إذا كان أخرج له صاحبه الصحيح إيه؟ احتجاجا. أما من أخرج له متابعة فده إيه؟ ليس على الشرط، ليس على الشرط. طب ليه أخرجوا له في الصحيح؟ لأنه توبة، وإذا توبة أصبح من باب الإيه؟ الصحيح لإيه؟ لغيره. وده اللي احنا بنقول ان ممكن رواية الضعيف ترتقي مباشرة الى الايه؟ الى الصحيح لغير، يعني لا يلزم ان هو يرتقي الاول للحسن، لا خلاص اذا عضده ثقة يبقى هو بيأخذ حكم من ايه؟ من عضده وتابعه. وتخريج صاحبي الصحيح البخاري ومسلم دليل على ذلك، دليل على ذلك، لان هو لو كانش يستفيد شيء من هذه المتابعة لما ادخله في صحيح. يعني لماذا اقتصر مسلم، لم يقتصر مسلم على رواية الثقة الضابط وانتهى؟ أيوة الثقة ده تابع الضعفاء، طب لماذا أدخلت الضعيف؟ ما أنت كنت أخرجه واكتفي بالإيه؟ بالثقة. فإخراج صاحب الصحيح لرواية هذا الضعيف لأنه توبة يدل على أن هذا الضعيف بمتابعة هذا الثقة له ارتقى من الإيه؟ من الضعف إلى الصحيح لغيره. طيب طيب يبقى المثال الثاني ده دليل على إيه؟ على النكارة اللي هي بمعنى ايه؟ مطلق التفرد، مطلق التفرد، واطلقها على رواية الضعيف ولا الثقة؟ الضعيف. واضح؟ طيب كون مسلم اخرج له، لكن اخرج له يعني غير هذا الحديث، لم يخرج له هذا، اخرج له احاديث اخرى، اخرج له احاديث اخرى مما توبع، وهذا لم يتابع عليه فلم يخرج له. وضح الأمر؟ طيب الحافظ ابن حجر وعند المتأخرين أو يعني ما استقر عليه الأمر عند المتأخرين إن هو سنعتبر أو نخصص الشاذ بما رواه الإيه؟ الراوي المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وأولى منه تحتمل يكون الأوثق أو الأكثر عددا أو من معه قرينة ترجحه على غيره. واضح؟ ويخصصون المنكر برواية الضعيف الذي ايه؟ خالف الايه؟ من هو ايه؟ مقبول، خالف المقبول سواء كان ايه؟ في درجة الحسن أو في درجة الايه؟ فأصبح هذا الذي استغل، لكن كما قلنا سنجد من إطلاقات العلماء من يمثل هذا الكلام الذي نقله الايه؟ الإمام أبو عمرو بن صلاح أنه يوجد إطلاق الشاذ وإطلاق المنكر على مجرد تفرد الراوي سواء كان ثقة أو ضعيف، وعلى ما يخالف، وهذه الإطلاقات لا تعكر على كما قلنا للصلاح العام، وإنما نريد منها أن نفهم كلام العلماء في مواضعه أنهم قد يطلقون الشاذ بهذا المعنى وقد يطلقونه بمعنى آخر، المنكر أيضا قد يطلق بهذا المعنى وقد يطلق بمعنى إيه؟ آخر، لكن الذي استقر عليه الحافظ ابن حجر أنه يخصص الشاذ برواية الراوي الثقة أو المقبول بعبارة أدق لمن هو أولى منه سواء كان أكثر عددا أو أحفظ، ويخصص المنكر برواية الراوي الضعيف أو غير المقبول في مخالفة الإيه؟ الراوي المقبول، ويقابل هذين النوعين نوعين آخرين، فالشاذ يقابله الإيه؟ الشاذ يقابله المحفوظ. يعني إيه الشاذ يقابله المحفوظ؟ يعني قلنا ان الشاذ ما رواه الراوي المقبول يخالفا روايه من هو اولى منه. طيب اللي اولى منه ده يسمى ايه؟ يسمى المحفوظ. يبقى ده ثقه شذ عن غيره خالفه جماعه الثقات او من هو اولى منه، فروايتهم محفوظه وروايته هو شاذه. والنوع الاخر هو المنكر ويقابله الايه؟ المعروف. يعني المنكر ده روايه ضعيف خالف الايه؟ الثقات او المقبولين، فرواية الثقات أو المقبولين هي المعروفة، وهذا إيه؟ روايته منكرة. واضح؟ طيب. وكما قلنا إن هو يوجد للعلماء إطلاقات أخرى فتعرف لتنزيل كلامهم على الوضع الذي أرادوه. نعم. طيب. النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار والمتابعات والشواهد. قال هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث
هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا؟ قال: ذكر أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ رحمه الله أن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا. طيب، عايزين نقول ما معنى الاعتبار ومعنى المتابع ومعنى إيه المتابعة ومعنى الشيء. طيب، الاعتبار اللي هو إيه؟ الاعتبار كما يقولون هو هيئة التوصل إلى الإيه؟ المتابع وإلى الشاهد، أو هو الطريقة أو البحث واستقراء الطرق والنظر فيها حتى أخرج أو أتوصل منها إلى أن هذا الحديث الذي معي هل له متابع أو شاهد. والمقصود بالمتابع هي الطريق التي تتفق مع راوي الحديث في شيخ مباشر فمن فوقه، لكن بشرط اتفاق الصحابة. فإذا كان صحابي الحديث واحد نسميه متابعة، لكن المتابعات تختلف درجاتها، فمنها المتابعة التامة ومنها القاصرة ومنها الأقصر. المتابعة التامة هي التي يلتقي فيها المتابع مع نفس الشيخ الذي روى عنه المتابع، يعني تلميذان عن نفس الشيخ، تلميذان عن نفس الشيخ، كما نقول مثلا ايه نافع وسالم كليهما يرويان عن ايه عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم، فهؤلاء تلميذان عن شيخ ايه واحد. طيب، ولا بد من اتفاق الصحابة. فان حصل خلاف في الشيخ والتقي في شيخ الشيخ فهذا يسمى متابعة ايه اقصر. اختلف ايضا في شيخ الشيخ والتقي في شيخ شيخ الشيخ فهذه اقصر، وهكذا حتى تكون الدائرة الوحيدة للالتقاء هي الصحابة. طيب، إن وصل الأمر أنهم حتى لم يتفقوا في الصحابي واختلف الصحابي، فتصبح ده اللي بنسميه شاهد، سميه شاهد. فالقيد عندنا إن اتفق الصحابي فهو متابعة وتختلف درجتها من التمام إلى القصور، وإن اختلف الصحابي فهو الشاهد. هل من العلماء من يغير هذا؟ نعم، من العلماء من يغير هذا فيستعمل المتابعة فيستعمل المتابعة بمعنى الايه؟ الشاهد. نعم. طيب، والأمر في ده قريب ولا ليس قريب؟ قال العلماء إنه قريب. يعني أحيانا تجد أن بعض العلماء يقول يشهد له حديث فلان أو تابعه فلان عن فلان، وتجد أن هي ايه؟ الصحابي مختلف أو الصحابي متفق، فهذا ايه؟ قريب. قريب ليه؟ لأن في الأصل سنجد إن الشاهد اللي هو اختلاف الصحابي هو عبارة عن صحابي تابع صحابيا على الرواية عن مين؟ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سنجد أن بعض العلماء يعبر عن الشاهد بالإيه؟ بالمتابعة أيضا، فيقول إيه؟ تابع. ويعبر أحيانا عن الشاهد بالمتابعة فيقول يشهد له رواية فلان، وتجد أن الصحابي إيه؟ متفق. فمن العلماء من يستعمل هذا في مكان هذا فلا إشكال، لكن الأصل عندنا أن المتابعة تكون مع اتفاق الصحابي والشاهد يكون مع اختلاف الصحابي. طيب، هل للعلماء اصطلاح آخر في ذلك؟ نعم، لهم اصطلاح آخر. بعض العلماء لم ينظر إلى السند وإنما نظر في المتابعة والشاهد إلى المتن، فإن اتفقت الألفاظ صارت متابعة، إن اتفقت الألفاظ بحروفها فهي عنده متابعة، سواء اتفق الصحابي أو اختلف ليس عنده إشكال. وإن أتى الحديث بمعنى الحديث يصبح إيه؟ شاهد، حتى لو كان الصحابي إيه؟ واحدا. واضح؟ طيب، والاعتبار كما قلنا هو هيئة التوصل إلى المتابع، يعني هو سبر الطرق واستقراءها والنظر فيها حتى أعرف إن كان هذا توبع متابعة تامة أو قاصر. فكما قال العلماء إن التبويب بمعرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد ليس الاعتبار قسما ثالثا، يعني ليس عندنا اعتبار ومتابع وشاهد، لا، الاعتبار
هو طريقة التوصل إلى المتابع والشاهد، فليس هو قسيم لهما، وإنما هو هيئة التوصل إليهما. كيف تصل إلى المتابع والشاهد؟ عن طريق ماذا؟ الاعتبار. الاعتبار، فالاعتبار هو البحث والاستقراء والنظر في الطرق حتى ترى هل وافق هذا الراوي غيره؟ وافقه، طيب أين التقى معه؟ في شيخه المباشر أم في شيخ شيخه أم في من بعده؟ أو أن الصحابي مختلف تماما، واضح؟ طيب. طيب هو نقل كلام الإمام ابن حبان ثم بدأ يعني يذكر المثال تطبيقا، فقال: قلت فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد. أن يروي ذلك الحديث، يعني نفس الحديث بعينه، عن أيوب غير حماد. واضح؟ فيصبح هذا التلميذ مشارك لحماد في الرواية عن من؟ عن أيوب. فهذه المتابعة التامة، ليه؟ لأنهم اشتركوا في الشيخ المباشر. حماد ومن وافقه يروون جميعا عن أيوب إلى آخر الإسناد. طيب، فإن لم يرويه أحد غيره عن أيوب، يعني حماد تفرد به عن أيوب، لكن رواه بعضهم عن مين بقى؟ ابن سيرين اللي هو شيخ مين؟ شيخ أيوب. يبقى نقول أيوة، لم نجد متابع لحماد عن أيوب، لكن وجدنا راوي آخر رواه عن شيخ آخر عن ابن سيرين، فاشترك مع أيوب في إيه؟ في شيخه. نعم. فإن لم يرويه أحد غيره عن أيوب، لكن رواه بعضهم عن ابن سيرين، أو أعلى أيضا، لم نجد أحد رواه عن ابن سيرين، لكن وجدنا ثالثا رواه إيه؟ عن أبي هريرة من طريق آخر غير ابن سيرين، أو عن أبي هريرة، أو رواه غير أبي هريرة، يعني وصلنا بقى لدرجة الشاهد اللي هو صحابي آخر يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا، كما قلنا. ليه؟ لأن كما قلنا هما صحابيان روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيه؟ هو ليس كأنه، يعني الرسول وشيخهما وهما أخذه. نعم. لكن تقصر عن المتابعة الأولى، يعني تسمى قاصرة وليست إيه تام، بحسب بعدها منها، فهناك متابعة تامة وهناك متابعة إيه؟ قاصرة، وهناك أقصر حتى يبدأ، ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا، كما قلنا إن بعض العلماء يعبر عن هذا في مكان هذا. قال: فإن لم يروى ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه المذكورة، لكن روي حديث آخر بمعناه، فذلك الشاهد من غير متابعة. واضح؟ اللي هو الرأي الثاني، الرأي الإيه الثاني اللي هو إيه؟ يجعل إن الشاهد بمعنى الشاهد ما يكون بمعنى الحديث، فهنا ينظر إلى الألفاظ ولا ينظر إلى الإيه؟ إلى الإسناد. يبقى هو جعل المتقدم كل الكلام المتقدم فيما كان نفس الحديث بحروفه. نعم؟ طيب. فإن لم يروى أيضا بمعناه حديث آخر، فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. إيه معنى التفرد المطلق؟ ايه معنى التفرد المطلق؟ يعني نقول تفرد، ايوه غريب، ايوه، بس ايه معناه؟ ها؟ يعني ايه؟ من واحدة ايه؟ بس ايه؟ يعني مش كل، ها؟ على سند، ما ينفعش نقول مدار الحديث، يعني نقول ايه؟ الحديث ليس له الا ايه؟ طريق واحد، مهما مدرت وأتيت بطرق، لكن في الأخير ستجد إيه؟ ترجع إلى نفس الطريق. نعم، زي حديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، مهما إيه تبحث له عن طرق لا تجد طرق صحيحة ثابتة إلا طريق سيدنا إيه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فده اللي يسمى الفرد مطلق. مطلق يعني معناه مهما بحثت في الدنيا لا بد أن ترجع، مهما تروي عن 100 شيخ تجد كلهم يرجعون إلى نفس الإسناد، فده اللي بنسميه إيه؟ غريب أو فرد مطلق. طيب يقابله الإيه؟ الإيه؟ الفرد النسبي، اللي هو بيبقى مقيد بشيخ معين أو بطريق معين أو ببلد معين أو بإيه؟ يعني بشيء معين. معناه إيه؟ إن هو عن هذا الشيخ فرد، لكن لو بحثت عن طرق أخرى ستجد. أو من طريق المصريين متفرد به فلان، لكن هو موجود عند الشاميين وعند الحجازيين وعند العراقيين. واضح؟ وينقسم عند ذلك اللي هو ايه بقى؟ الفرد المطلق الذي لم نجد له ايه؟ طرق اخرى، لا متابعة ولا استشهادا. نعم، ينقسم عند ذلك الى مردود المنكر،
وغير مردود كما سبق. بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ على ايه؟ درجة الراوي الذي تفرد به. فإن كان مما يحتمل تفرده، يعني كما قلنا يستطيع بدرجته من الحفظ والإتقان أن يتحمل أن ينفرد بحديث لوحده دون أن يشاركه غيره، قبلنا هذا التفرد ولا رددناه؟ قبلناه. وإن كان لا يتحمل أن ينفرد بحديث لوحده بل لابد أن يتابع عليه، رددنا ما إيه؟ انفرد به. ورددنا ما انفرد به كما قلنا لأنه لازم يكون أخطأ فيه، ولا من باب الإيه؟ من باب الاحتياط كما قلنا، من باب الاحتياط ومن باب تغليب حاله عليه، يعني ان الغالب على حاله ان هو بيهم او عنده اخطاء، فايه من باب الاحتياط نتوقف فيما انفرد به حتى ياتي اشياء. طيب سؤال، طيب مش ممكن ياتي حديث مما ضبطه هذا الراوي ضعيف واحنا ما نعرفوش؟ ممكن. ازاي يعني؟ احنا مش قلنا الاصل في الثقة انه ضابط، لكن ممكن احاديث يخطئ فيها، صح؟ مش الثقة اللي هو ليه اخطاء لكنها نادرة، صح؟ طيب والضعيف هو اللي ليه ايه؟ الغالب عليه انه هو الخطأ او يخطئ كثيرا لكن له احاديث ضبطها، صح؟ طيب افرض ان احنا لقينا حديث انفرد به، مش ممكن واحد عقلا كده يقول طب ما يمكن يكون الحديث ده مما ضبطه هذا الراوي ولم نجد له يعني ما يعضده، أو ممكن يكون هذا الحديث من مواهب فيه الثقة وإحنا معرفناش، ممكن؟ كيف نرد عليه؟ يعني بيقول أنتوا أخذتوا في الثقة بالغالب، فكل حديث يأتي لم يخالف فيه ولم يعارض نعتبر أنه هو مما ضبطه، وأي وأخذته في الضعيف بالغالب، أن الغالب عليه أنه كثير الأوهام كثير الخطأ، فأي حديث يأتي لم يتابع عليه تعتبره أنه هو مما أخطأ فيه. طب ما يمكن الحديث ده مما ضبطه لكن ما جاش حديث يتابعه، وممكن هذا مما أخطأ فيه الثقة ولم ينبه أحد على خطأ، صح؟ فيطعن في السنة، يقول أنت السنة مبنية على الإيه؟ يعني على الأوهام والظنون والغالب، ما عندكمش حاجة يقينية، كيف نرد؟ مش معقول يعني هو الضعيف ده هو اللي ضبط هذا الحديث وكل الثقات يعني أخطأ في الحديث مرة أخرى؟ لا مش ما أخطأوش، هو انفرد بحديث ولم نجد له متابع. فبيقول لي ما الذي أدراك أن هذا الحديث الذي انفرد به ليس من أخطاء الثقة ولم تتنبه له، أو ليس مما ضبطه الضعيف ولم تتنبه له؟ هذا كل ما نستطيع. ها؟ هذا كل ما نستطيع. طب وبعدين؟ صورة محفوظ. أيوة. إيه بقى؟ إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفنا في الشريعة إلا بإيه؟ بالجهد والوزن، لكن في سياق آخر يحمينا اللي هو إيه؟ هو حفظ الله سبحانه وتعالى للدين. يعني لا يمكن أن يأتي حديث رواه ضعيف وهو ثابت ويخفى على جميع الأمة حتى يهملوه، لأن هم إذا أهملوه يبقى يترتب عليه إهمال شيء من إيه؟ من سنة النبي، يبقى هيسقط شيء من الدين. ولا يمكن أن يأتي حديث رواه ثقة أخطأ فيه ويخفى على جميع الأمة أنه أخطأ ولا يتنبه له أحد من العلماء أبدا، يبقى معناها أنه ممكن يأتي حديث يدخل ضعيف في الدين ونحن لم نتنبه، يبقى إيه حصل خطأ في الإيه؟ في الدين ونحن لم نتنبه. ممكن؟ لا. ليه؟ لأن الله تكفل بالإيه؟ بحفظ الإيه؟ هيقول لك تكفل بحفظ القرآن، نقول له إيه؟ تكفله بحفظ القرآن مستلزم لحفظ السنة، لأن السنة هي الإيه؟ المبينة. فلا يمكن أن يأتي حديث وهم فيه راوي ولم يتنبه جميع الأمة، يخفى على كل العلماء في كل العصور ينطلي عليهم. ولا يمكن أن يأتي حديث رواه ثقة أو رواه ضعيف و ضبطه ولم يروى عن أحد غيره وغفل عنه كل الأمة، لا يمكن. الذي يحمي هذا ويجعل ويجعل يا أخي الذي يجعل أحكامنا في هذا يعني قريبة أو محفوظة هو حفظ الله للدين سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وغير مردود كما سبق. وإذا قالوا في مثل هذا تفرد به أبو هريرة، وتفرد به عن أبي هريرة ابن سيرين، وتفرد به عن ابن سيرين أيوب، وتفرد به عن أيوب حماد بن سلمة، كان في ذلك إشعار بانتفاء وجوه المتابعات فيه. طيب هل معناه حكم أحد العلماء بأن هو تفرد به فلان وتفرد به حكم قطعي؟ حكم قطع يعني خلاص ما ندورش بعديه، ولا ممكن هذا الحكم ينخرم؟ ممكن ينخرم. يبقى لازم نتنبه ان بعض العلماء الكبار وهم كبار وحفاظ
قد يأتي في أحكامهم الحكم بأن هذا الحديث ليس له إلا هذا الإيه؟ الطريق أو ليس له، ثم بعد ذلك نجد طرق. هل معنى أن هؤلاء لم يكونوا أئمة؟ أو أنهم قالوا بغير علم؟ أمال إيه اللي حصل؟ في إيه؟ في حد علم. يبقى هو حكم بالتفرد بحسب ما وصل إليه من طرق ولا يعرف له، ولذلك أحيانا الإمام الترمذي يقول إيه؟ لا نعرفه، هو أسند إلى نفسه، أنا لا أعرفه إلا من هذا الوجه، فيأتي غيره يجد فيه طرق. يبقى إذن إيه؟ إن أحكام العلماء بالغرابة والتفرد الغالب عليها أن هي تكون صحيحة، لكن لا يمنع ذلك أنك تبحث وتجد طرق تتعقب عليهم. ويبقى ده الإمام ده اللي حكم عليه بالغرابة والتفرد، حكم بحسب إيه؟ ما وصل إليه من طرقه ومحفوظاته التي عنده، ولا مانع أن ينخرم. وفي التطبيق بنجد أشياء كثيرة يحكم عليها الترمذي بأنها غريبة، ونجد عند غيره إيه؟ طرق أخرى. عند البزار يحكم بالغرابة ونجد طرق أخرى، عند الطبراني يحكم بالغرابة ونجد له إيه؟ طرق أخرى. طيب، ثم أعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه إيه؟ وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء. وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك. ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك والله أعلم. هذه الكلام أو هذا الكلام نأخذ به إيه؟ إن المتابعة والاستشهاد من طرق التقوية، نعم، وأنه يمكن للضعيف أن يرتقي إذا انضم إليه غيره، سواء كان هذا الغير في نفس المرتبة أو أعلى منه، في نفس المرتبة أو أعلى منه. طيب، وأن الأئمة البخاري ومسلم قد أخرجوا في صحيحيهما حديث مثل هؤلاء إذا إيه؟ توبعوا. بس لابد أن نتنبه إن متابعة هؤلاء الضعفاء الذين أخرجوا في الصحيح، ما يجيش واحد يعكر عليك يقول لك فلان الفلاني ده ضعيف ومسلم أخرج له، فلان الفلاني ده ضعيف وأخرج له البخاري، أنتوا كتابكم مطعون فيه. لا، هو ليس القضية مسألة إن البخاري أخرج له، لكن أهم من أخرج له كيف أخرج له. طيب، البخاري ومسلم أحيانا يخرجوا الحديث ويذكروا المتابعة بعده أو قبله مباشرة، نعم خلاص يبقى عارف، لكن هل لابد في كل مرة أن يكون كذلك؟ لا، المتابعة قد تكون عقب الحديث وقد لا تكون إيه؟ عقبه. أحيانا تكون في باب تقدم أو في باب سيأتي في داخل الأحباب، وأحيانا تكون المتابعة فين؟ خارج الصحيح، خارج الصحيح. طيب ليه ما قلناش مسلم عليها؟ إما إن هي، لا مش ليست على شرطي، إما إن هي ما عندوش رواية بيه، يعني هو عارف إن في طريقة عن ثقة قد تابع لكن هو ما قدرش يصل لها بأسانيده، لكن هي موجودة عند الناس لكن هو لم يستطع أن يرحل لتحصيلها، فأخرج الرواية اعتمادا على أن أنت ستنظر وتعرف، أو أن العلماء اللي كانوا في ذلك الوقت يعرفون أن هذا الحديث وإن كان عند البخاري وعند مسلم من طريق هذا الضعيف، إلا أنه موجود من روايات الثقات في خارج الإيه؟ الصحيح كثيرا، أو أنه إيه؟ أخرج الإسناد الأعلى وترك الإسناد الإيه؟ النازل أو غير ذلك. يبقى إذن المتابعة التي عند الصحيح قد تكون في داخل الصحيح وهذا هو الأكثر، وأحيانا تكون المتابعة خارج الصحيح. طب لما هي خارج لماذا لم يذكرها؟ لعدة اعتبارات، نعم؟ طيب، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، يعني ليس كل ضعيف يمكن أن ندخله في باب الإيه؟ المتابعة. فإذا قالوا يعتبر بحديث، معناه أن حديثه يحتفظ به لأنه ممكن نجد ما يقويه أو يشهد له فيرتقي، أما لا يعتبر به معناه أنه هو إيه؟ شديد الضعف. معناها ان شديد الضعف ده يرتقي ولا لا يرتقي؟ لا يرتقي اطلاقا ولا ممكن باستثناءات؟ يعني شديد الضعف ده ابدا ان احنا نلقيه ولا ممكن يستفاد به؟ ممكن. يعني شديد الضعف ده لو
كسر الطرق ايوه يلتقي يبقى ضعيف فقط. ايوه يعني ممكن شديد الضعف بس بشرط ان هو ايه تكثر الطرق تكثر، انما الضعيف فقط لا يلزم فيه الكثرة. الضعيف بالتعدد، الفرق بين التعدد والكثرة ايه؟ التعدد يكفي فيه واحد ينضم اليه ممكن يرتقي به، لكن لما نقول كثرة يبقى لازم اكثر من واحد ما يكفيش واحد، يبقى ده شديد الضعف اذا كثر الطرق يعني اكثر من التعدد. ما تجيبليش شديد ضعف مع شديد ضعف وتقول لي ممكن نرقيه، لا تكثر الطرق. طيب وبعدين ايه اللي يحصل؟ يرتقي بس يظل في نفس دائرة الايه؟ الضعف. بس هو ارتقى من شدة الضعف مع كثرة طرقه، خرج من شدة الضعف إلى الايه؟ إلى الضعف. طيب ما دام هو في ما زال في دائرة الضعف، إيه الفائدة؟ إذا ظل على هذه المرتبة ممكن نقول إن هو ممكن مما يستفاد به في فضائل الأعمال وخرج من شدة الضعف، لأن العمل بالحديث للضعيف في فضائل الأعمال من شروط إن هو ما يبقاش إيه؟ ألا يكون الضعف شديدا، فلما تكثر طرقه يخرج من شدة الضعف إلى الضعيف، فإذا تحسن حاله. أيضا ذكر العلماء إن إحنا لو لقينا له طريق بقى أخرى بعيدة، نعم، فيها شيء من القبول صحيحة أو حسنة ممكن يرتقي بعد ذلك، بس هو ارتقى بقى مش بنفسه، ارتقى بهذه الهيئة المجموعة مع هذا الدليل الخارجي إلى إيه؟ إلى درجة الحسن مثلا، نعم؟ طيب. طيب مثال للمتابع والشاهد، روينا من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، اللي هي إيه؟ الميتة والإهاب اللي هو إيه؟ جلدها، نعم. طيب إيه الفرق بين الإهاب والجلد؟ متى دبغ يقول له؟ متى دبغ؟ يكون إهاب. ها؟ ومتى لم يدبغ؟ جلد. ولا العكس؟ العكس. العكس. معلش. أم جزاء الله خير. يعني هو إهاب طالما أنه لم يدبغ، فإذا دبغ يصبح إيه؟ جلد، أو إذا يعني حول إلى شيء يصبح قربة يصبح كذا. طيب ماشي. أخذوا إهابها يعني اللي هو جلدها قبل الدبغ، فدبغوه فانتفعوا به. ورواه ابن جريج عن عمرو عن عطاء ولم يذكر فيه الدباغ. يعني لو أخذوا إهابها فانتفعوا به. فذكر الحافظ أحمد البيهقي لحديث ابن عيينة متابعا وشاهدا، أما المتابع فإن أسامة ابن زيد تابعه عن عطاء، فإن أسامة ابن زيد تابعه عن عطاء. تابع مين؟ عمرو بن دينار. ها؟ سفيان. عمرو بن دينار. تابعه عن عطاء. سفيان. تابع سفيان. طب هو سفيان بيروي عن عطاء ولا من طريق؟ يعني تابع سفيان في روايته للحديث من طريق ايه؟ من طريق عطاء. من طريق ايه عطاء؟ واضح؟ لما نقول من طريق معناه ان في واسطه، لما نقول عن يبقى مباشره. يعني معناه سفيان روى الحديث من طريق عطاء لكن ليس مباشره وانما ايه؟ بواسطه مين؟ عمرو بن دينار. نعم. فذكر الحافظ لحديث ابن عيينة متابعا، أما المتابع فإن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء، يعني تابعه في رواية الحديث من طريق عطاء. وروي بإسناده وروى بإسناده عن أسامة عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب بإسناده اللي هو مين اللي روى بإسناده؟ مين اللي روى بإسناده يا أخوانا؟ مين؟ البيهقي روى بإسناده عن أسامة عن عطاء، يبقى أصبحت دي متابعة لمين؟ أسامة عن عطاء تبقى متابعة لمين؟ لا لعمرو بن دينار. أسامة عن عطاء يبقى متابعة لعمرو بن دينار، عمرو يبقى أصبح عمرو وأسامة كليهما يشتركان في الرواية عن عطاء، فدي متابعة تامة بين ايه؟ أسامة وبين عمرو عن عطاء عن ابن عباس.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به. وأما الشاهد فحديث عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والله أعلم. طيب هنا الصحابي واحد ولا مختلف؟ واحد. طب إزاي قلنا أنه هو شاهد؟ على المعنى، لأن المعنى هنا إيه؟ الحديث بالمعنى وليس بالألفاظ. طيب إذا نخلص أن الاعتبار هو البحث والنظر في الطرق حتى نتوصل إلى وجود المتابعة أو الشاهد، وأن المتابعة هي موافقة الراوي لغيره في الرواية عن شيخ معين وتكون تامة وقاصرة حتى تبلغ إلى الصحابي، والشاهد هو رواية الحديث من طريق صحابي آخر، وأن العلماء قد يسمون المتابع شاهد والشاهد متابع، والأمر في هذا إيه؟ يسير، هو من اختلاف التعبير. ثم بعد ذلك قلنا أن المتابعة والشاهد يستفاد بها في تلقية الإيه؟ في تلقية حديث الراوي وفي إثبات عدم تفرده بالحديث. ماشي الحال؟ طيب نقف عند معرفة زيادات الثقات. هذا صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. أما رواية ابن جريج عن عمرو بن العاص لم يذكر فيه الباب. نعم. هو الآن لا ماذا نقول عن انه لم يدخل الباب؟ يعني لم ترد هذه في اللفظ، ليس الشذوذ. يعني كونها زياده ثقه او لا تعتمد على جمع الطرق وترى هل انفرد ولا تابعه غيره. فان تابعه غيره خلاص يبقى هو روى الحديث مختصرا والاخر رواه ايه بتمامه. لو أخذوا يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أخذوا إهابها فانتفعوا به، ولا يكون الانتفاع إلا بعد الإيه؟ الدبان. لكن هو ينبه على اختلاف الإيه؟ الله. نعم. إذا قال بعض العلماء عن راوي قال لهم بالأكيد، هل يقصد أن يتفرد ببعض الأحاديث أم أنه يقصد يعني إنكار؟ إذا قالوا له مناكير تحتمل المعنى له مناكير أنه له أحاديث انفرد به سواء قد خالف أو لم يخالف، وهذا بحسب حاله. نعم. كيف نميز بينما ذكره الإمام البخاري احتجاجا وبينما أورده الإمام متابعة أو شاهدا؟ نعم. إنك تبحث عن أولا في الباب الذي فيه، ثم في داخل الصحيح، هل لهذا الحديث طريق آخر أو لا عنده؟ فإن أورده في نفس الباب أو قبله أو بعده أو في الصحيح عموما من طريق آخر، يبقى إذن أصبح ده ليس احتجاجا، ليس إيه؟ احتجاجا. أما إن بحثت في كل الصحيح فلم تجد له إلا هذا الطريق فمعناه إنه هو إيه؟ أخرج له احتجاجا، فإن وجدت له طرق أخرى فمعناها إن هي إيه؟ متابعة وليس احتجاجا. نعم. وأيضا تنظر في خارج الصحيح هل له متابع أو ليس له متابع. نعم. لأن المتابعة كما قلنا قد تكون في الخارج، إذا حتى نعرف هل روى له البخاري احتجاجا أو لا فإنه بالنظر. وأيضا يوجد تنصيص من بعض العلماء يقول احتج به البخاري احتج به مسلم تجد، أو يقول روى له متابعة. نعم. جعله ثقة وغيره هو ده احتمال، لكن ليس ايه كما قلنا ان رواية الصاحب الصحيح عن راوي ضعيف تحتمل عدة احتمالات، من ضمنها هذا الذي ذكرناه انه هو قد توبع، لكن توجد احتمالات اخرى. نعم توجد كما قلت احتمال اخرى، احتمال ان يكون هذا من باب الاختلاف في الاجتهاد في الحكم على الراوي، يعني من باب كما تقول مثلا ايه وثقه ابن معين وضعفه البخاري او العكس، يعني ان البخاري يرى ان روايته او هذا الراوي ليس عنده من الخطأ ما يستدعي انزاله عن درجة الصحيح. نعم هذا وارد. وايضا هناك احتمالات اخرى، منها ان يكون روى له من طريق معينة، من طريق احد تلاميذه فقط او بهيئة معينة، يعني روى ما حدث به من كتابه وترك بقية مروياته، أو من طريق روايته عن أهل بلده فقط وترك ما عدا ذلك، فينبغي أن يتقيد
بكيف أخرج له البخاري، فقد يكون أخرج له من رواية تلميذ معين ضبط أحاديث هذا الشيخ فانتقى منها الصحيح وترك الضعيف، فأصبح هذا التلميذ ثقة في هذا الرواية فأخرج له لكن رواية تلميذه فلان، أو يكون هذا الشيخ ثقة إذا حدث من كتابه يهم إذا حدث من حفظه، فالبخاري أخرج من حديث ما رواه من كتابه فقط وترك الباقي، أو ثقة في روايته عن أهل بلده ضعيف في غيرهم فيروي له ما رواه عن أهل بلده فقط. أيضا أمر آخر أن يكون هذا الراوي من شيوخ البخاري المباشرين، فهو جلس مع الشيخ وأخذ عنه مدة طويلة حتى تميز له ما ضبطه الشيخ ما ضبطه فانتقى من حديثه ما ضبطه وترك الآخر، واضح؟ أو يكون أحيانا موجود أنه روى عنه حديث مما يمكن أن يتسامح فيه لكونه في التواريخ أو في السير أو في الفضائل، فرأى أنه هذا في هذا الموضع يكون مقبول الرواية لأنه روى شيء في خارج الأحكام. وإذا أردت أن تتوسع في مثل ذلك تقرأ في مقدمة فتح الباري في الفصل التاسع، أتى بكل الرواة المطعون عليهم الذين يعني طعن على أو فيهم يعني كلام أو جرح وأخذ يجيب عنه الحافظ ابن حجر بالتفصيل، يعني يقول هذا الراوي أخرج له البخاري لأنه تابعه فلان، أخرج له لأنه كذا، أخرج له لأنه كذا، فهو يأتي بكل راوي ومرتبهم على الإيه على الحروف، أتى بكل الرواة الذين فيهم طعن من العلماء وأخرج لهم البخاري ويبين لك لماذا روى البخاري وكيف روى البخاري. نعم واضح؟ هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.